لذلك هي نوعية طوعية، هي الاستقالة طوعية، وهيئة الرئاسة غير معنية بالنواب الجدد أو غير الجدد ما شاركوا بالانتخابات. بالتالي نائب الثاني رئيس مجلس النواب هو من سيرأس الجلسة للتصويت على الاستقالة. بعدين أكو شيء مهم، أولا حتى ما يحتاج رئيس نائب الثاني أن يرأس الجلسة، لا. رئيس مجلس النواب يعرض استقالته على المجلس أثناء الجلسة للتصويت، وهناك التصويت سيظهر بشكل علني، وبالتالي ما يحتاج أن يرأس النائب الثاني. سيكون التصويت دون الأغلبية المطلقة، وبالتالي ترفض الاستقالة ويبقى رئيس المجلس. يعني هي أكيد أنها سترفض، لكن أنا استمعت أن هناك تصريحات من دولة القانون تقول لن نجدد الثقة للسيد الحلبوسي. يعني بدأت الأخبار تظهر هكذا. هسه لن يجدد، هم 30 أو 37 نائب من مجموع، بالتالي من حقهم أن يرفضوا، هاي إرادتهم. لكن هل سيجازف الإطار بأن يفقد حليف مهم يملك 65 صوت داخل البرلمان ويمثل الثقل الأكبر للسنة، وأن يخرج خارج المعادلة السياسية؟ شنو اللي يضمن اليوم الحلبوسي إذا فقد منصبه ما يذهب على ما ذهب التيار الصدري ويسحب نوابه وهو رئيس تحالف أو رئيس حزب؟ ما شكل العملية السياسية بعد ليش يا سيد أمير؟ مثل ما كان يحكي دكتور اياد، بعد ليش هالإرباك وهالشارع اللي ما يتحمل؟ أنتم ماشيين هم ماشيين، والشخص دار رئيس مجلس النواب وعدكم عدكم عقب باكر جلسة، هن الأكبر منهن ما استحيتوا منهن، مستحين من هاي؟ لا، هسا أنا أقول لك، هسا الرجال بدل ما يقول لك يمن علي الإطار أو يمن علي جزء من الإطار، نقيلك أنا أروح بكرامتي أشوف نفسي أنا فعلا مراد من قبل مجلس النواب، لو غير مراد، مرغوب بي أو غير مرغوب والله بي. أنا أعتبرها شجاعة. والله نتسألني ليه؟ والله أنا أعتبرها والله شجاعة وإلى الحدود. أنا بغض النظر عن أي شيء، الحق يجب أن يقال، أنا اعتبرتها شجاعة. وأنا أعتبرها شجاعة. بنفس الوقت هو كسب ود حليفه السابق، نفس الوقت وبنفس الوقت سيضمن انعقاد الجلسة. ماشي. المجلس جامد خلال 8 أشهر، بالتالي يجب أن يكون هناك تحريك، والتحريك ذهب بخطوة ذكية من الحلبوسي، وهو انعقاد الجلسة للتصويت على استقالة رئيس المجلس. أنا أشكرك أستاذ أمير الخبير القانوني، أستاذ أمير، لأنه النت عندك بمشكلة. شكرا جزيلا.